يعد وحيد كامل أبرز من شغل مركز الجناح الأيمن بفريق الكرة بنادي الزمالك خلال فترة السبعينات ومطلع الثمانينات، حيث صلى وجلى بالقميص الأبيض على مدار سبعة مواسم متتالية. وساهم وحيد كامل في تتويج الفارس الأبيض بلقبي كأس مصر مرتين ولقب الدوري الممتاز مرة واحدة، واختير كأفضل جناح أيمن في مصر موسم 1978-1979. وزامل وحيد كامل عدد كبير من أساطير القلعة البيضاء أمثال حسن شحاتة وفاروق جعفر وإبراهيم يوسف وعادل المأمور ومحمود خواجة وحمامة ومحمد صلاح وغيرهم من النجوم. وبعد اعتزال كرة القدم في عام 1983، وجه وحيد كامل قبلته إلى عالم التدريب، حيث تولى عدة مناصب مرموقة بقطاعات الناشئين والأشبال بالقلعة البيضاء، وخرج من تحت يديه عدة مواهب كبيرة مثل أيمن عبد العزيز وسامي الشيشيني وطارق السيد ومصطفى إبراهيم، وتسلم جائزة أفضل مدرب بقطاعات الناشئين من الاتحاد المصري لكرة القدم في عام 2008، بعدما حقق 12 فوزا في مباريات القمة مع جميع الأعمار السنية التي تولى تدريبها. أما محمود عبد المنعم عبد الرحمن الشهير بالخواجة، فاكتشف شريف الفار موهبته وهو دون التاسعة من عمره، ليقضي سنوات عديدة من التألق داخل أسوار القلعة البيضاء، ودعا شعره الأشقر في صغره لتلقيبه بالخواجة من قبل مديره الفني، ليستمر معه اللقب حتى الآن. وبدأ الخواجة توجهه في صفوف الفريق الأول للزمالك بعد تصعيده في عام 1967 بواسطة الكابتن عصام بهيج، ونجح في أول اختبار رسمي له بقميص الفريق الأول بتسجيل هدف فوز الفارس الأبيض في شباك حارس الترسانة الشهير حسن علي في عام 1970. الخواجة ابن حي الدرب الأحمر، أبدع وأمتع عشاق الزمالك رفقة زملائه من أبناء مدرسة الفن والهندسة على مدار عقد السبعينات، وساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري موسم 1977-1978، كذلك الظفر بلقب كأس مصر ثلاث مرات وكأس أكتوبر مرة واحدة. وانضم الخواجة لصفوف منتخب مصر وهو دون 17 من عمره تحت قيادة المدير الفني شحت الإسكندراني، ودون الخواجة اسمه في سجل هداف الزمالك بزيارة شباك المنافسين في 18 مناسبة قبل أن يودع الملاعب ويعلن اعتزاله المستدير في عام 1981 وهو في 29 من عمره. توجه الخواجة لمجال التدريب وقاد عدة أندية بقطاع الناشئين بالزمالك، كذلك العمل مساعدا ضمن الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي في أكثر من مناسبة، فضلا عن عدة تجارب خليجية بالسعودية والإمارات. عن الحديث عن واحد من كبار مواهب قلعة ميت عقبة في السبعينات والثمانينات، فلا بد من ذكر اسم حمامة، محمد عبد الله السيد الشهير بحمامة. بدأ مسيرته الكروية في صفوف أشبال نادي البلاستيك، حيث نجح في اختبارات النادي لسن 14 عاما وتدرج في الفئات العمرية وصولا للفريق الأول. حمامة كان حديث الشارع الرياضي في مصر في موسم 1977-1978، بعدما قام الزمالك بشراء عقده من نادي البلاستيك مقابل 10,000 جنيه، حيث كان أغلى صفقة في صفوف قطبي الكرة المصرية في ذلك الوقت. تمسك حمامة بالانضمام لنادي الزمالك حتى وصل الأمر لتدخل وزير الصناعة في ذلك الوقت لإقناع رئيس شركة البلاستيك بالموافقة على عرض القلعة البيضاء وإطلاق سراح اللاعب لارتداء القميص الأبيض. دخل حمامة قلوب جماهير الزمالك من الوهلة الأولى، فمع المشاركة الأولى بقميص أبناء مدرسة الفن والهندسة أمام الهلال السوداني في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، سجل هدف الفوز لتحمله الجماهير على الأعناق. وعلى الرغم من تلقي حمامة عدة عروض للرحيل عن الزمالك، إلى أنه قرر الاعتزال وهو لاعبا داخل جدران قلعة ميت عقبة في عام 1985 وتحويل قبلته إلى عالم التدريب.